ومن المسائل أن السحر في اللغة، وهذه نستفيد منها في كشف هؤلاء السحرة، أن السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. ومن ثم فإن أهل اللغة يقولون لمن هو مملوح العين، يقولون إن عيونه عيون سحرية، ولذا قالت تلك المرأة في الذي تتغنى به، قالت: وانظر إلى السحر يجري في لواحظه، يعني في نظراته، لأن تلك النظرات تصل بخفاء إلى القلب من حيث لا يشعر. ولذلك سمي السحر آخر الليل بهذا الاسم لأنه في خفاء. السحور سمي بهذا الاسم لأنه يقع في خفاء. الرئة تسمى سحر، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين سحري ونحري. سحري يعني الرئة. لما؟ لأنها خفية. ولذلك قول الكفار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قول فيها من أنه سحر وقد غلب على عقله وخدع، فكيف تقبلون قوله؟ قول آخر: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني صاحب رئة، يأكل مثل ما تأكلون ويشرب مثل ما تشربون، وليس بملك. ولذلك قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فالسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. إذن لو أتيت إلى شخص يقول: أنا أعالج، فسألك عن اسم أبيك أو اسم أمك أو اسم بعض أبنائك، ما علاقة ذكر هذه الأسماء في علاج المريض؟ إذن هذه علامات وإشارات على أن هذا ليس بطبيب، ليس بطبيب شعبي، وإنما به ما به من الشعوذة. لما؟ لأن ذكر الأسماء أو ذكر أشياء أخرى قد تكون خفية لا علاقة لها بالعلاج، هذه مؤشرات توضح لك أن هذا الرجل إنما هو مشعوذ.